السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو غادي يتكلم على طريقة شراء عملة أنوبي كوين، العملة الصراحة اللي قادمة بقوة ودارت ضجة كبيرة في القنوات الأجنبية. المهم كالعادة غادي ندخلوا الموقع الرسمي ديال أي عملة كنا باغي نشريوها. غادي نمشيو لجوجل، غادي تكتب بحال بالطريقة دي، نعاود لكم من الأول. تكتب أنوبي توكن، يخرج لك الموقع هنا، وحاول تكتبها صحيح باش ما تخرج لك شي عملة اخرى، حيت كاينين بزاف العملات اللي كيكون عندهم تقريبا نفس الاسم ولكن كيكونوا فيك، كيكونوا سكام. المهم دخلوا الموقع الرسمي، هو هذا. الا بغيتو تتاكدوا يمكن لكم تشوفوا الشارت من هنا عبر منصة تداول بوكوين اللي كتحط عملات شيت كوين وعملات كثيرة، تقريبا كاع العملات كاينين في هذه المنصة. المهم هذا هو الشارت كما كتشوفوا. الى دخلتو من الكمبيوتر ولا من الحاسوب غادي يبان الشارت مزيان احسن من هكا. المهم عملة تقريبا في الثمن ديال الثمن مناسب للشراء. المهم ما علينا، حنا غادي نرجعو للموقع الرسمي. وهذا ثاني حاجة غادي نديرو، غادي نمشيو غادي ندخلو الانوبي كوين في بي اس سكان، بي سي سي سكان. هاد الموقع اللي كيحط لك اي ادريس بغيتها لاي عملة، ولكن كما قلت لكم غادي مثلا غادي نكتبو باش ما تغلطوش، باش ما تغلطش تكون مع شي عملة اخرى. غادي نمشيو لهنا، ها هو ندخلو لهاد الموقع الثاني هذا اللي كتشوفوه، غندخلو. وديما الا بغيتو تتاكدوا من اي عملة شوفوا حجم التداول، مثلا هنا كما كتشوف 50 ثانية، دقيقة، جوج دقايق، يعني العملة عليها تداول كبير، يعني العملة الحقيقية. مثلا ملي كتشوف شي عملة أخرى كتلقى مثلا آخر تداول عليها ولا آخر تحويل من أدريس لأدريس كتلقى داز على 16 دايز، 10 أيام، 5 أيام، يعني هادي أبعد منها. ملي كتعرف عملة بحال هادي على إقبال كبير، يعني العملة اللي كندويو عليها. المهم غادي ناخدو الأدريس، هاهي درت لها كوبي هنا، غادي ناخدوها وغادي نمشيو لتوصالات. ضروري كما العاده راكم عارفين تقريبا الاغلبيه اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو عارفين الطريقه، ضروري يكون عندك رصيد سمارت تشين اللي حط رصيد هو اللي غادي نشرو به هذه العمله. المهم غادي ندخلوا البانكيك سويب، غادي نبدلو مثلا نحطو هنا، نديرو فيرسيون اولد هي اللي خدامه مزيان، الفيرسيون الثانيه فيها مشاكل كثيره. ندخلو هنا وندير سيروت اكيرنس ونحطو هنا الادريس، وهاي كما كتشوفوا تقريبا راه كاين فيها حتى اللوغو حتى الصوره ديال العمله كاينه. بعض المرات كتحط شي عمله ما كتعرفش الصوره ديالها. غادي نوركو على اد، وكما كتشوفوا هاي العمله ضافت عندنا في المحفظه. غادي نمشيو مثلا غادي نديرو هنا، غنديرو سمحوا لي مشات لي السميه ديال سميه العمله، وهاي الاخوان. مثلا غادي مثلا عندك يو اس دي اتش، غنديرو اليو اس دي سي مثلا دولار وحدة، سلام هنا الاخوان. المهم راه لقيت مشكل في الفيرسيون واحد، رجعت الفيرسيون جوج. المهم غادي نتاكدوا مثلا العمله مثلا شحال دايره، شحال كتسواب، شحال كتعطيك بالدولار. هزت البيو اس دي مثلا 20 بي يو اس دي، كتعطيك تقريبا كما كتشوفوا، وكل انوبي كتعطيك هاد الثمن ديال اليو اس دي، يعني كل انوبي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني 0.9 الأصفار 16، يعني الثمن ديالها قليل، ولا مشات ترتفعات بنسبة قليلة راه غادي تربح بزاف. ومثلا ما كنصحكمش تشريوها، ولكن الا كنتو مثلا ناويين تشريوها من الأحسن ما تغامروش برصيد كبير. مثلا الا كنتو حط في هاد العملة شي حاجة غادي نحط فيها 40 50 دولار، هما كما كتشوفو 50 شحال كتعطيكم من العملة.
المهم هذا هو الفيديو، غادي نحط لكم الموقع الرسمي ديال العملة، وغادي نحط لكم الجروب تيليجرام ديال العملة، الكومينيشي ديالو. وإلا كنتو محتاجين شي طريقة أخرى باش تشريو شي عملة وحال تشوفها، ديروها ليا في التعاليق وغادي نتكلف بها. يلا مع السلامة الإخوان.